صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا عبر شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم وحلقة جديدة وصباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا جزيل. صباح الخير عليك يا منى وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. احنا كل يوم في اخبار جديده ومتابعه طبعا للاستعدادات اللي بتتم في شرم الشيخ لاستضافه مؤتمر المناخ COP27، يعتبر اكبر تجمع لقاده العالم للتباحث والنقاش حول ازمه التغيرات المناخيه اللي بيعاني منها العالم كله. لحد دلوقتي اللي اكدوا حضورهم للمؤتمر جو بايدن الرئيس الامريكي، جورجيا ميلوني رئيس وزراء ايطاليا، ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، اولاف شولتز المستشار الالماني، ريشي سونك رئيس وزراء بريطانيا، وكمان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الاسبق. مش بس كده، كمان من ضمن المشاركين مارك روتا رئيس وزراء هولندا، وأورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، نيكولا ستيرجن رئيس وزراء اسكتلندا، وأنتونيو غونتاريش أمين عام الأمم المتحدة. ده بالإضافة لعدد من قادة الدول العربية والأفريقية والأسيوية. علشان كده الكل بيعول على قمة شرم الشيخ في إنها هتكون نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية، وده طبعا بالتنسيق مع كل الأطراف لصالح أفريقيا والدول النامية والعالم كله. ده حقيقي، لأنه بكل تأكيد مفيش دولة بعيدة عن تأثير وتداعيات التغيرات المناخية. شفنا ده في الأيام الأخيرة، شفنا فيضانات، شفنا جفاف في منابع أنهار، شفنا حرائق غابات في عدد كبير من الدول. عشان كده الاهتمام الدولي يمكن متزايد، وبينتظر مؤتمر شرم الشيخ عشان يتم التوافق على فكرة الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية، والوصول للهدف بتاعنا اللي هو 1.5 درجة مئوية. كمان الدول الصناعية الكبرى من المفترض إن هي في هذا المؤتمر، طبعا مؤتمر للتنفيذ، إنها تفي بالتزاماتها وتعهداتها تجاه الدول النامية من خلال تقديم 100 مليار دولار سنويا لمساعدتها في التأقلم مع هذه التغيرات المناخية. عشان كده يا شاذلي احنا كمصر هنكون موجودين في مؤتمر المناخ، بنتكلم نيابة عن القارة الأفريقية كلها اللي بتعتبر هي الأكثر تضررا، وده رغم انها مش السبب ابدا في التغير المناخي. احنا عارفين ان الدول الصناعية الكبرى والدول الغربية هي السبب الرئيسي في ارتفاع درجة حرارة الكوكب، وكمان وجود انبعاثات للكربون، وعشان كده لازم يكون في تمويل لمشروعات تقلل من اثار التغير المناخي في افريقيا، وكمان اعتماد خطة واضحة علشان يحصل خفض لمعدلات انبعاثات الكربون وانها تحافظ على الكوكب. صبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.